ماذا بعد القرار الأممي ودخول اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق في الحديدة؟ هل ستتحول الأمم المتحدة إلى اللاعب الرئيسي في اليمن؟ ألا تعد هذه الخطوة أول اختراق للأزمة اليمنية؟ وهل سيرضخ الحوثي لهذا الأمر؟ وإذا لم يرضخ فمن سيواجه؟ أهلا بكم. وصل إلى صنعاء اليوم الأحد الجنرال الهولندي باتريك كامرت، كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، في خطوة لتمهيد عمله في مدينة وميناء الحديدة، فيما تطبيق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في الحديدة تمضي إلا من خروقات قليلة تؤكد أن الحضور الدولي لن يكون مجرد تصريحات ومواقف معلنة، وأن هناك تحركاً جاداً هذه المرة. دخلت الأمم المتحدة خط الأزمة بصورة مباشرة إذن، وبات الحوثي والتحالف تحت المجهر. المشكلة لم تعد مشكلة الحكومة والتحالف بقدر ما أصبحت الآن بين الحوثي الذي يقف في مواجهة الأمم المتحدة والعالم. بالمقابل، هل يعد هذا التدخل بمثابة سحب التفويض الدولي للتحالف من اليمن؟ والأهم من هذا الاتفاق، ما هي عوامل صموده وبقائه؟ وهل بالإمكان تفكيك بقية العقد لتفكيك الأزمة اليمنية؟ تساؤلات كثيرة تقف أمام هذا التحول الذي بات يحمل الكثير من التطلعات والترقب الحذر. فيما يخطو الجنرال الهولندي نحو ميناء الحديدة، يخطو المجتمع الدولي خطوة جديدة على طريق تطبيق البند السابع في اليمن. إنه كبير المراقبين الأمميين باتريك كامرت المكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بالبدء في مراقبة ودعم وتسيير اتفاق الهدنة في الحديدة لفترة أولية مدتها 30 يوماً. وصول كامرت يأتي غدا قرار مجلس الأمن الدولي الذي قضى بإرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من المدينة. القرار 2451 الذي اتكأ على المرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية أكد رغبة المجتمع الدولي وتوجهه للتدخل في واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث. ما تقول المؤشرات إن ما قبل ستوكهولم ليس كما بعده، وأن ميليشيا الحوثي قد تقف هذه المرة في مواجهة الأمم المتحدة وأدواتها على الأرض. فدخول الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في خط الأزمة اليمنية يجعل منها اللاعب الرئيس في ميناء الحديدة. وبحسب مراقبين، فإن المشكلة لم تعد مشكلة الحكومة والتحالف بقدر ما أصبحت الآن بين الحوثي الذي يقف في مواجهة الأمم المتحدة والعالم. غير أن التساؤلات التي لا تزال تثار عن أسباب التدخل المباشر للأمم المتحدة لأول مرة، وما إذا كان يعد هذا الأمر سحب التفويض الدولي من الخليج والتحالف بعد إخفاقاته المتكررة والأكثر فداحة على الأرض. لكن ما هو مؤكد أن هذه الخطوة إذا ما كتب لها النجاح، فإنها ستعصم ميناء الحديدة من استمرار نهب الميليشيا له واستثماره كمنفذ لتهريب السلاح، والأبعد من ذلك هو حمايته من عبث دولة الإمارات. تظل مؤشرات تحول الأزمة اليمنية مرهونة بالأيام القليلة القادمة إذا ما كان عزل الميناء عن سلطة الميليشيا والتحالف يمثل أول اختراق للأزمة اليمنية، وما إذا كان الحوثي سيرضخ لهذا الأمر، وإذا لم يرضخ فمن سيواجهه؟ وما إذا كان هذا النجاح سيعزز خطة المساعدات المعلن عنها والإسهام المالي والإشرافي لضمان وصول المساعدات. في الوقت الحاضر يمضي طرف الأزمة كل له تفسيره وتأويله الخاص بالتسوية، إلا أن المؤشرات تقول إن الإجراءات الأممية قفزت على كلا الطرفين وعلى آمالهما معا. ودون ذلك يرى أبناء الحديدة أن نجاح هذا الاتفاق سيعصم دماء أبنائها وما تبقى من المدينة من دمار، ليكون النصر الأقل كلفة في تاريخ مواجهة الانقلاب، أو هذا ما يراه أبناء الحديدة على الأقل. إذا المشاهدين الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الصحفي والمحلل السياسي أحمد الزرقة، وسينضم معه آخرنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. مساء النور. أهلا بك. إذا قرار أممي جديد بشأن اليمن ووصول القوات الأممية إليها، كيف تابعت هذا القرار؟ هذا القرار خطوة للأمام بعد الجمود الذي لازمته الأزمة اليمنية خلال 4 سنوات، حالة عدم الحسم، أيضا استمرار الاتهامات، وأيضا سقوط العديد من الضحايا المدنيين سواء في الحديدة أو غيرها. هذه اليوم الأمم المتحدة ربما أو مجلس الأمن قرر خطوة، أن يخطو خطوة إلى الأمام. هذه الخطوة هي أيضا جزء من سلسلة الخطوات السابقة التي تم الإعلان عنها.
بمعنى أن القرار اليوم 24-51 هو امتداد للقرارات السابقة، وليس كما يتم الترويج له أنه قام أو أحدث نسخ للقرارات السابقة. اليوم هذا القرار فيه وضع الكثير من النقاط على الحروف، أيضا باعتقادي أنه سيمثل صورة واضحة لماهية الأطراف التي تعيق وصول المساعدات، لماهية الأطراف التي أيضا تمنع وصول المواد الغذائية وغيرها إلى الحديدة وغيرها. القرار خطوة إيجابية إذا تم التعاطي معه من قبل جميع الأطراف كما تم الإعلان عنه. النوايا لا تكفي، اليوم الحوثي أو أصبح على تحت مجهرة أو تحت عدسة العالم بشكل أجمع، أي حدوث اختراقات أو خروقات كما كانت تحدث في الفترة في السابق اليوم هي من ربما من يوم غد ستكون الأمور واضحة، خاصة أنه سيتم البدء بنشر المراقبين. هي خطوة يجب أن تتبعها سلسلة من الخطوات، لكن البداية هي قبل أن نتحدث عن الخطوات القادمة أستاذ أحمد، يعني ما هي برأيك أبرز التحديات التي ستواجه فريق المراقبين؟ التحدي الأول هو التفسيرات الخاطئة لمضمون القرار والتعريفات، خاصة أن هناك تقول سيتم تسليم الأمور أو الإشراف من قبل السلطة المحلية. من هي السلطة المحلية المعنية؟ هل هي السلطة الإنقلابية أم سلطة الحكومة الشرعية؟ القوات المحلية، من هي القوات المحلية؟ هل هي قوات القوات التابعة للشرعية أم القوات التابعة للحوثي؟ إذا كل طرف أستاذ أحمد وافقوا على هذا الاتفاق، وكل شخص يعني أو كل طرف يفسر كيف ما شاء، يعني يجب أن نقول أن الأمم المتحدة استطاعت، كان ليس المهم التوقيع، لم يحدث التوقيع في ستوكهولم، لكن كانت هناك مجموعة من التفاهمات. اليوم الأمم المتحدة لم تنتظر كالمرات السابقة أن يتم التفسير، لا، تقول أو تعمل وفق فلسفة نعمل أولا ومن ثم العقبات نزيلها. الخطوة الأولى هي وصول الفريق الأول، رئيس فريق المراقبين ومجموعة من المراقبين لديه. الحفاظ المهمة الأساسية الأولى هي تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار. بعدها الحديث عن الانسحابات وانسحاب القوى، طبعا هو طريق شائك وصعب ولن يكون ورديا، باعتقاد أنه سيكتشف العالم مدى عمق الأزمة أو مدى تعنت الحوثي بشكل كبير جدا. الحوثي في هذه الخطوة ربما أجبر على الوصول إلى هذه المرحلة، لكن سقف المراوغة لم يعد متاح كما هو متعارف عليه في السابق يعني، وبالتالي هذه أبرز الخطوات. الخطوات الأخرى ستتبعها في قضية الانسحاب، كيف سيتم الانسحاب والخروج من الميناء ومن الثلاث الموانئ التي تم تحديدها، وأيضا من داخل المدينة وأحيائها، كيف سيتم تطبيع الحياة داخل المدينة، كيف سيتم نزع آلاف الألغام، كيف سيتم أيضا إنهاء تواجد الميليشيا داخل الأحياء، سيطرتها على المنازل على المؤسسات، وبالتالي كيف بالإمكان أن يعود سكان المدينة إلى بيوتهم. وبالتالي هذه خطوات كبيرة جدا، الطريق كما قلنا ليس ورديا، لكن هذه الخطوة مهمة من أجل إحداث جزء من الاختراق في الأزمة اليمنية، خاصة أن معاناة اليمنيين تفاقمت بشكل كبير جدا، ملايين الجائعين، ملايين المشردين، ملايين الذين هم بحاجة إلى استعادة حياتهم. هذه الخطوة إذا ما تم النجاح لها، وسنتحدث ربما في سياق الحلقة حول الصعوبات التي ستواجه هذه الخطوة، تتعلق أيضا في البيئة التي كانت تمنحها الحرب، سواء لميليشيا الحوثي أو للتحالف أو لغيرها. هذه بيئة نجم عنها مجتمع فاسد أو مكونات فاسدة كبيرة جدا. هل ستتقبل الوضع الجديد؟ هذه التحدي الكبير، خاصة فيما يتعلق بأن التحدي الأكبر هو كيف سيتم توريد الإيرادات وإيداعها في البنك المركزي ومن ثم تحويلها إلى مرتبات. هذه الإيرادات التي تقدر بالمليارات، يعني بإمكانها أن تغطي جزء كبير جدا من
المرتبات، جزء من ايضا من اداء الدوله والمؤسسات وحتى تطبيع الحياه داخل هذه المدينه. هل سيقبل الحوثي التنازل عن تلك؟ نعم، يعني ربما هذا السؤال الابرز الذي جعل الناس يتساءلون، كيف تنازل الحوثي عن الميناء الا انه فهم هذه التفاهمات على انه هو السلطه المحليه؟ الى اللحظه لم يتنازل. الى اللحظه ما زال الوجود الامم المتحده وجود شكلي الى حد كبير، لم تضع يدها على الميناء. ربما الخطوه القادمه باعتقادي انه سيكون اشراف كامل، يجب ان يكون هناك اشراف كامل على الميناء وعلى ايضا الثلاث الموانئ، الصليف وراس عيسى وايضا الحديدة. أيضا كيف بالإمكان الحديث عن إعادة تصدير النفط من رأس عيسى وأيضا من الصليف، وهذه مناطق أيضا يعني نعرف أن هناك العديد من المصاعب اللوجستية والفنية التي تتعلق بتصدير النفط ونبوب النفط وما إلى ذلك. وبالتالي هي سلسلة من الخطوات التي يجب أن على الأمم المتحدة أن حريصة أو تحرص على المضي فيها قدما، لأن هذا هو التدخل الأول منذ 2014 للأمم المتحدة لمن موضوعة تحت البند السابع من 2014. هذه المرة الأولى التي تحول من التصريحات والأحاديث والحديث فقط عن مساعدات ومنظمات المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة إلى التواجد الفعلي على الأرض. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا محافظ محافظة الحديدة حسن طاهر من عدن. مساء الخير أستاذ حسن. أستاذ حسن هل تسمعني؟ والله صوتي تقطع. نعم سأحاول أن أرفع صوتي، أتمنى أن يصلك السؤال كاملا. إذا بالأمس التقيتم بكبير المراقبين باتريك كامريت، ما نتائج هذا اللقاء؟ هو أول كان لقاء تعارفي، وعشان من أجل أن يتعرف على اللجنة وجها لوجه، ورحبنا وطبعاً وطمناها، قلنا له عندنا توجيهات من الأخ الرئيس بالتعاون معه ومعظيم الأممية لإنجاح العمل. وفعلا نحن مستعدين يعني للتعاون إلى أقصى درجة ممكنة. المهم الطرف الثاني يعني يتعاون معه. أبديتم تعاونكم، هو ما يعني هل وعدتكم بشيء؟ هل تم تحديد ملامح الخطوات القادمة معكم؟ لا لا لا، اولا سيبدا الرجل ب يعني عمل لقاء بين اللجنتين، اللجنه الشرعيه واللجنه الانقلابيين، ويراس الاجتماع، وبعد كذا يتحدد الملامح والخطوات. نعم، إذا هل تم تفسير ما جاء في الاتفاق؟ من هي السلطة التي ستستلم الحديدة؟ هل وضعتم هذا التساؤل أم لا؟ أنت تتكلم عن الحديدة عموما يعني صح؟ نعم. أكيد ستستلمها السلطة الشرعية. يعني بالنسبة للكوادر ممكن ما قبل 2015 و2014 ممكن يستلموها، وهي ومعظمهم متواجدين طبعا، من معظم المسؤولين متواجدين من 2014 الى الان. نعم، لكن يعني على اي اساس تواجدهم؟ هل يتبعون الحكومه الشرعيه؟ نحن نعلم ان الحديده كانت بيد الحوثي. الحكومه الشرعيه. نعم الحكومه الشرعيه اكيد يعني. ما هو دور الحكومه الشرعيه فيما سياتي من خطوات استاذ حسن؟ لابد ان انت المحافظه تخرج كلها للسلطه الحكومه الشرعيه، كل منطقه ينسحبوا من الناس تحكمون السلطه الشرعيه بالمتواجدين فيها، يعني بما كان موجود في 2014. نعم، اذا ستنسحب الحكومه من الاماكن التي هي مسيطره عليها، من سيستلم المدينه؟ يعني كيف تفسرون هذا الامر؟ كيف تم الاتفاق على ذلك؟ انسحاب القوات المسلحه من بعض الاماكن يعني. اما بالنسبه للحوثيين يجب ان يخرجوا من المدينه كامل. نعم. سوف يتم تامين شارع صنعاء ما يجب مرور المساعدات الانسانيه والمواطنين. اما الحوثيين فسيخرجون من المدينه كامل من الموانئ الثلاث. نعم. ومدينه الحديده طبعا.
إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن طاهر محافظ محافظة الحديدة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. هكذا هي الصورة لدى الحكومة الشرعية، يعني سيتم فقط انسحاب القوات العسكرية وستبقى يعني السلطة سلطة 2014 التي هي يقول أنها متواجدة حتى الآن وهي تتبع الحكومة الشرعية. كيف تفسر هذه النقطة؟ هذا جزء من اللغط وعدم وضوح الأشياء، ربما كان الجميع في ستوكهولم وخلال الاتفاق يريد انتهاء الفعالية أو انتهاء المفاوضات دون الدخول في التفاصيل، لكن التفاصيل هذه ستظهر هي ما ستعيق عمل اللجنة خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه إلى الآن المحافظ يتحدث وهو محافظ لا توجد لديه صورة واضحة، وبالتالي لا أعتقد أن هناك طرف آخر لديه صورة واضحة، حتى كان وزير الخارجية يتحدث بنفس هذه الإشارات العموميات، وكذلك الحوثيين يقول أن القوات التي ستبقى هي قوات الأمن والتابعة لهم، وشاهدنا خلال الفترة الماضية أو خلال اليوم الماضي كيف تم استبدال الزي الذي كان يلبسه عناصر الميليشيا، تم وحتى الآليات العسكرية تم دهنها بشعارات الأمن المركزي والنجدة والشرطة وإلى ذلك، وكذلك القوات المسلحة أو القوات الأمنية تم أيضا إجبارها على أو تحويل زيها إلى زي تلك الوحدات الأمنية. الكل يرى أنه هو الأحق بإدارة هذه المدينة وأنه هو الشرعي وأنه لا يجب أن يخرج، لكن هي هذه الملابسات الكبيرة التي ستحكم أو ستظهر خلال الأيام القليلة الماضية. لو نظرنا لنوايا المجتمع الدولي برأيك هو لمن يريد أن يسلمها فعليا؟ هو لا توجد، لا نستطيع أن نقول أن المجتمع الدولي يريد أن يسلمها. المجتمع الدولي لديه اتفاق يريد أن يمضي هذا الاتفاق، سواء من نفذه سينفذه الحوثي أو تنفذه الحكومة أو ينفذه أي طرف، هو لديه أولا تأمين ميناء الحديدة وضمان وقف النزاع في هذه المنطقة والانتقال للمربع الآخر. أما أنه سيذهب ليقول للحوثي استلم الحوثي، القضية تتعلق بمن يسيطر على الأرض، كيف بالإمكان إقناع الناس أن هذه القوات اللي في الحديدة أو السلطة المحلية الآن أصبحت تابعة لميليشيا الحوثي وإدارة نشاطه، وكيف بالإمكان أن نقول أنها فجأة من غدا ستعلن أنها أصبحت قوة شرعية؟ من قال أن الحوثي؟ لا تعرف الحكومة ذلك، يعني لا تعرف الأسماء، لا تعرف الآن هي القصة الأساسية، كيف بالإمكان أن لا يعترض أي طرف في هذه المرحلة؟ يعني الفكرة أن المشاكل ستضع نفسها وستتفاقم، وبالتالي سيتوقف العمل في نقطة ما، ومن ثم العودة إلى بحث هذه التفاصيل الصغيرة، رغم يعني التفاصيل هذه هي الأساسية وهي المهمة للعمل الأساسي. لكن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والحكومة البريطانية التي هي تدير الملف في مجلس الأمن هي تريد تحقيق اختراق للوصول وصول الأمم المتحدة إلى الميدان وسيطرتها على هذه وجود قوات تابعة لها، ستعمل خلال الفترة المقبلة على استخدام قوات باعتقادي، ستعمل على استخدام قوات أخرى تابعة لها من أصحاب القبعات الزرقاء للعمل والإشراف على هذه المناطق. لكن هل السؤال الذي يضع نفسه، هل ستستطيع هذه الأطراف الوصول بالتسوية هذه إلى ما بعد شهر، إلى ما بعد بدء عملية الانسحاب؟ عملية الانسحاب ستبدأ يفترض من خلال بعد أسبوعين، لكن خلال أسبوعين حتى الأمم المتحدة أو المبعوث الأممي والأمين العام المتحدة منح أسبوعين لرفع تقارير بشكل شبه يومي حول تمركز القوات، حول تواجدها. هذه المرحلة هي مرحلة دراسة من في الأرض، من يعيق، من بإمكانه أن يخرج، من بإمكانه أن يساهم في حلحلة الأمور. لكن النفسية التي تدخل هذه الجولة من المفاوضات على الأرض باعتقد أنها كما ذكر المحافظ لا تمتلك أي رؤية. الحوثي يرى أنه هو السلطة الشرعية وأنه القوات التي في 2014 بإمكانها أن تكون موجودة، لكن هذه القوات من ولاها؟ لمن ولاها الوحدات؟ حتى إذا كنا منصفين أو كنا أكثر واقعية، حتى قبل 2014 كانت القوات من خارج محافظة الحديدة، يعني كما نعرف أن الأمن المركزي والأجزاء كانت تدار من خارج هذه الأطراف ومعظمها من مناطق خارج الحديدة. هل سيتم تشكيل قوات تابعة أو من أبناء الحديدة؟ هل سيتم إلى فصيل سياسي معين هذه العملية؟
هذه أسئلة صعبة لا توجد لها إجابات، خاصة أنه إلى الآن لا أحد وضع أسئلة حقيقية لا الحكومة ولا التحالف ولا أيضا المسؤولين الميدانيين. ربما هناك أسئلة قد يجيب عليها أعضاء اللجنة الرقابة من الطرفين. هل أيضا تمتلك مثلا اللجنة المشكلة برئاسة الصغير عزيز، هل تمتلك إجابات على هذه الأسئلة؟ هل يمتلك مسؤول حكومي القدرة على وضع إجابات لهذه الأسئلة؟ الأمم المتحدة ستتحدث دائما في العموميات، وهي ترى أن التفاصيل يعني الشيطان يكون فيها التفاصيل، لكن التفاصيل هي الصعوبة هي في التفاصيل. لكن هل تتوقع أستاذ أحمد أن تضغط الولايات المتحدة على الحكومة الشرعية وعلى التحالف أيضا بقبول أن يتم هذا الانسحاب في سبيل مثلا تعنت الحوثي الذي نعرفه، وأنت تقول بأنه هو يهمها أن يسيطر الأمن على المحافظة وأن تهدأ؟ الضغوطات هي حاصلة، لكن مدى استقبال أو مدى استعداد كل طرف أن يتحمل للضغوط، باعتقاد أنه حتى الحوثي سيتعرض لضغوط كبيرة جدا وليس هو الطرف المدلل. لا أعتقد أن الآن ما يحكم المشهد هي صورة أخرى غير تلك المرسومة من 2014. الحوثي أيضا في أسوأ حالاته في هذه المنطقة لأنه أصبح محصور، وباعتقادي أن اليوم محاولة الحوثي ادعاء يعني حتى تزوير جزء أو فصول من بنود القرار الأممي هو لأنه شعر بأنه تم إجباره أو جره إلى هذا المربع جرا، وبالتالي سيبدأ في محاولة التنصل وستبدأ الرصاصة الأولى تنطلق من الحوثي. باعتقاد أن الحكومة الشرعية هي مستفيدة أكبر من هذا الاتفاق، وخاصة أنه يضمن أن الموارد ستعود إلى ستورد. مع ذلك هي فرع البنك المركزي، يعني هل هي في الأخير الفرع، لكن هو جزء من الآلية. الفرع البنك المركزي يدار أيضا من المركز الرئيسي، لكن هي العملية الأخرى، هل سيسمح أيضا خارج الحديدة أن تبدأ الحكومة بممارسة مهامها؟ البنك المركزي في عدن هل يمنح الصلاحيات الكبرى؟ أيضا الانسحاب الاتفاق هذا في بحسب القرار 2451 يتحدث عن بقية الموانئ وعن كيف أنه يجب أن تفعل جميع الموانئ اليمنية، هل سيسمح التحالف بتسليم ميناء عدن للحكومة الشرعية أو حتى لا وجود تجد في هذا القرار أستاذ أحمد أو قدوم القوات الأممية يعني بداية سحب لتفويض المجتمع الدولي للرياض وأبو ظبي بشأن هذا جزء من القصة. ربما 4 سنوات كان العالم كانت اليمن تحت وصاية التحالف مع الفشل الكبير الذي حدث، باعتقادي أن العالم يوجه رسالة أنه يكفي وجود السعودية والإمارات في هذه المرحلة بهذا الأداء، وعليكم أن تقوموا تتراجعوا إلى الخلف ودعم جهود الأمم المتحدة التي ستتصدر خلال المرحلة المقبلة. لكن الشيء الأساسي هو أيضا هل الاتفاق هذا أو الضغط هذا فقط على الحكومة والتحالف في الحديدة فقط، أم سيتحول إلى ضغط أشمل في بقية الملفات في بقية المحافظات في بقية المناطق؟ أيضا هل هذا سيجعل الحكومة تعيد والتحالف يعيد التفكير في قضية السماح بدور أكبر للحكومة وعودتها إلى عدن وتفعيل أيضا عودة البنك المركزي وإلى آخره من الإجراءات التصحيحية التي يجب أن تتم اليوم؟ هذه ربما ما زالت يعني رأس جبل الجليد، لكن باعتقادي أن هناك إجراءات أكبر ستشهدها اليمن خلال الفترة المقبلة، خاصة سيتم توجيه اللوم مباشرة للطرف الذي سيقوم بعرقلة هذا الاتفاق سواء الحوثي أو حتى التحالف والشرعية. لكن أنا باعتقاد أن الخطوة هذه هي خطوة يجب أن تتعاطى معها الحكومة الشرعية بالكثير من الإيجابية وأن تقدم الكثير من المبادرات حول إثبات جديتها، أنها في الأخير هذه هي نقطة تحول يجب أن تتحمل أن تتعامل بعقلية دولة وليس بعقلية أيضا عصابة أو عقلية ميليشيا وحتى تنافس أو تصغر تنزل لصغائر الأمور. الآن العالم عليه على الحكومة أيضا أن تفعل أدواتها في الرصد والمتابعة وأيضا تطوير آلية التواصل مع المجتمع الدولي حول ما يدور في الحديدة وحول أيضا بقية الملفات، ملف تعز، ملف الأسرى والمعتقلين وغيرها من الملفات. أيضا اليوم يجب أن الحكومة تعمل أو تضغط من أجل فقط
ليس فقط داخل الحديدة لكن من أجل ضمان وصول المساعدات لجميع المحتاجين لها في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وضمان وصولها للمحتاجين، وأيضا أو إيجاد آلية للرقابة لمنع بيع هذه المساعدات، وأيضا إيصال الأصوات المتضررين إلى العالم. إذن يعني معركة استعادة الدولة، هذا العنوان العريض الذي لأجله تدخل التحالف ولأجله أدرت كثير من الدماء، باعتقادك هل يعني هذا التدخل الأممي هل له أثار عكسية على هذه المعركة؟ الآن ما زال الموضوع جزئي، الآن اليوم الحديث عن الحديدة، لكن ما زال هناك إمكانية عمل آخر في جبهات أخرى، سواء في الجبهة الرسمية في الحكومة للحكومة في عدن وفي تعز وفي غيرها من المناطق التي غير خاضعة لسيطرة الميليشيا والتي يسيطر عليها التحالف. أيضا ما زال هناك معارك مستعرة، يعني إذا توقفت الجبهة الحديدة تشتعل جبهات أخرى، وبالتالي نحن أمام أزمة مركبة، وكل أزمة تحتاج إلى التفكيك لأكثر من مفاوضات وأكثر من طرف وأكثر من مبادرة. إلى الآن الفكرة الأساسية هي محاولة اختراق الملفات الأساسية الكبيرة المهمة. باعتقادي إذا تم اختراق ملف الحديدة وتم أيضا تحييد سيطرة ميليشيا الحوثي على هذا الملف وعلى هذا الميناء، باعتقادي أنه سيمثل دفعة أو خطوة إيجابية للناس. باعتقادي أن المواطنين أو الناس بحاجة إلى جزء خطاب تطميني، بحاجة إلى أن يستعيدوا حياتهم، بحاجة إلى أن يحصلوا على مرتباتهم التي لم يحصلوا عليها منذ 4 سنوات، بحاجة إلى أيضا نوع من الأمل أنه بالإمكان فعلا حلحلة هذه الأزمة والقضاء على العصابات التي تسيطر على موارد الدولة منذ 4 سنوات. من الحديدة هي الملف الأكبر خطورة والأكثر ربما تداولا خلال الأزمة اليمنية من خلال 4 سنوات، لأنه هو كان مدخل المعونات وهو مدخل أيضا المساعدات والمواجهات الأساسية، وهو آخر منفذ على البحر تسيطر عليه ميليشيا الحوثي، وهو أيضا أهميته الاستراتيجية أيضا هي كونه أيضا مطلع على باب المندب، وبالتالي هذه جميع حسابات يجب أن توضع في الصورة. الأمم المتحدة لديها حساباتها، أيضا بريطانيا لديها حساباتها، الولايات المتحدة الأمريكية لديها حساباتها، لكن اليوم جميعهم اتحدوا على الأقل شكليا حول الشكل الإنساني للأزمة اليمنية المتمثل بالمجاعة وأيضا بالمخاطر التي قد يتعرض لها الملايين اليمنيين في حال إقفال ميناء الحديدة بشكل كامل وخروجه عن السيطرة. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ أحمد أن ينضم معنا الأستاذ عبد العزيز جباري عضو الوفد الحكومي لمشاورات السويد من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور، أهلا بك. إذا قرار بالإجماع من مجلس الأمن بشأن دعم اتفاق ستوكهولم خاصة ملف الحديدة، كيف تتابعون هذا القرار كوفد حكومي؟ شكرا جزيلا. بداية أنا أتفق مع الأستاذ أحمد بأن ما تم الاتفاق عليه في مشاورة السويد والوصول إلى اتفاق مع الميليشيات الإنقلابية بخروجهم من الموانئ في الحديدة والصليف ورأس عيسى، وأيضا خروجهم من مدينة الحديدة تمهيدا لخروجهم من المحافظة بشكل عام، إذا تم تنفيذ هذا الاتفاق حسب النصوص الذي تم الاتفاق عليها ستكون بداية طيبة للدخول في مفاوضات سلام شاملة تفضي إلى استعادة مؤسسات الدولة واستعادة المحافظات اليمنية. أما إذا لم يتم الالتزام من قبل الميليشيات فبالتالي هم أمام مواجهة مع أبناء الشعب اليمني وأيضا مواجهة مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لأنه نحن كثيرا ما نتحدث حول أن الميليشيات الحوثية لا تلتزم ولا تنفذ ما تم الالتزام به، وكثير من الجهات تعتقد أننا نبالغ في هذا الجانب. نعم، إذا تطبيقي على أي أساس؟ يعني اسمح لي أستاذ عبد العزيز، يعني قلت إذا تم تطبيقه كما هو متفق عليه، لكن ما تم الاتفاق عليه عبارة عن كلام عمومي، لم يتم تحديد من هي الجهة المخولة لاستلام فعلا الحديدة. كل طرف خرج وهو يقول بأنه هو من سيستلم الحديدة، هل وضعتم أيديكم على تفاصيل هذا الأمر؟
للأسف الشديد الكثير لا يقرأ ما تم الاتفاق عليه حرفيا. الاتفاق يشير على أن القوات الحكومية القانونية واحترام المسارات القانونية، طبعا أي تعيين من قبل الميليشيات وغير قانوني، اتفاق العالم وموجب القرارات الدولية والدستور والقانون، من تم تعيينه وفقا للقانون اليمني ومن مؤسسة شرعية ممثلة في الرئاسة أو الحكومة قبل 2014. أستاذ عبد العزيز اسمح لي للمقاطعة، يعني إذا اعترف الحوثي أن الطرف الآخر هو القانوني فيعني هو يعترف أنه انقلابي، هو يجد في نفسه القانونية ويجد في نفسه الشرعية، هنا تكمن الإشكالية. يعني لو هو مسلم بأنكم أنتم الحكومة الشرعية فلا داعي لكل هذه الحرب. في نظر العالم والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وهو حتى في الاتفاقية ما بين الحكومة اليمنية والحوثيين يشير إليهم على أنهم جماعة غير قانونية. البعض لا يقرا جيدا، والبعض قد ربما يعني لاعتبارات اخرى، يعني لا يرى في الاتفاق على انه يرى في الاتفاق على انه تسليم الحديده للحوثيين، وهذا الكلام غير صحيح وكلام غير منطقي. الحوثيين لم يصلوا الى هذا الاتفاق الا بعد ضغط عسكري من قبل القوات الشرعيه ومن قبل الجيش الوطني ومن قبل ابناء تهامه، ووصلوا الى اطراف يعني اطراف ميناء الحديده. ونتيجه هذا الضغط العسكري تدخل المجتمع الدولي ويعني بادر الكثيرين بضروره اعطاء يعني مساحه للسلام. من جانبنا نحن لا نريد الحرب ولا نحارب من اجل الحرب، نحارب من اجل عوده مؤسسه الدوله. ما دام ستسلم مدينه الحديده وموانع الحديده بطرق سلميه وسيتم الانسحاب فأعطينا مجال للسلام، وصلنا الآن إلى اتفاق، الاتفاق هذا واضح وضوح الشمس، من يريد يفسره على هواه هذا شأنه، لكن الاتفاق يعني يقول بخروج القوات الحوثيين بشكل واضح وشكل جلي، وأيضا استلام الأمن المحلي، القانون وفقا للقانون اليمني واحترام المسارات القانونية، يعني أكثر من هذا توضيح ما يعني ما تم تعيينه من قبل الحوثيين هو بالتأكيد غير قانوني. نعم أنا أتفق معك أستاذ عبد العزيز، يعني قد يكون نعم، يعني طرف الحكومة تجد واضح، طرف الأمم المتحدة تجد الأمر واضح من هي الجهة القانونية، لكن يعني أعيد لك نفس النقطة، الحوثي يجد في نفسه القانونية وخرج مباهيا بأنه هو من سيستلم الحديدة وأنكم أجبرتم على الانسحاب، من يقنع الحوثي بأنه هو الذي سينسحب وبأن الحكومة الشرعية القانونية هي من ستسيطر على الأرض، خاصة وأن الأمم المتحدة إذا سيطرت على الموانئ من سيستلم وسط المدينة، من يعني خاصة وهناك فعليا تغيير للزي، تغيير لهويات القوات الأمنية، تغيير لأشياء كثيرة بحكم أنهم هم من سلطة 2014، ونحن نعلم جميعا كيف سلمت الحديدة في 2014، هل تركنون على القوات التي كانت في 2014 والتي تحولت؟ الحوثيين يفسروا ما تم الاتفاق عليه في السويد بطريقتهم الخاصة، ونحن نعرفهم من عام 2004 إلى اليوم لم يلتزموا بأي اتفاق، لكن ما هو المهم ما يعني ما هو فهم المجتمع الدولي وفهم الأمم المتحدة لهذا الاتفاق. المجتمع الدولي والأمم المتحدة تعرف يعني فهمها لهذا الاتفاق بأن القوات الحوثية ضروري خروجها من الموانئ المذكورة ومن مدينة الحديدة، وأن يتم الاستلام للأمن المحلي القانوني يعني الأمر واضح وجلي. نعم، ما هي الضمانات لذلك أستاذ؟ نعم تفضل. ضمانة العالم وضمانة الحوثي الآن في مواجهة العالم. يعني قد ربما يتلكى، قد ربما يحاول أن يفسر النصوص مثل ما يريد، لكن العالم فاهم لهذا النصوص وسيصطدم بالعالم. احنا جاهزين في حالة يعني القوات الحكومية موجودة داخل الحديدة وفي محافظة الحديدة، إن جنحوا للسلم فنحن على استعداد، بيننا مواثيق وبيننا اتفاق تفضي إلى انسحابهم من هذه المواني ومن محافظة الحديدة، وإن لم يجنحوا للسلم كلا في مكانه سيتحمل المسؤولية، وهم الآن
امام المجتمع. هم ينادوا كثيرا اختي الكريمه، ينادوا انهم مستعدين للانسحاب ومستعدين لتسليم الاسلحه واعترفوا بالقرارات الامميه ومنها القراره 22/16، والعالم يعني يرى انه مستجيب لهذه القرارات. الان هم يعني على المحك، والامم المتحده والمجتمع الدولي الان يراقب ان تم التسليم وفقا لمفهوم الامم المتحده الذي نعرفه، وهو الانسحاب الكامل والناجز من هذه الموانئ ومن مدينة الحديدة كمرحلة أولى، وتسليمها للقوات نحن نتيجة القوات اليمنية وفي أيضا الموظفين من الذي تم تعيينهم بطريقة قانونية سواء كانت بقرارة جمهورية أو بقرارة من قبل الحكومة. ونحن نعرف أن الكثير منهم يعني رضخ للميليشيات نتيجة سيطرة بقوة السلاح، ومع هذا سوف تسلم المدينه وفقا لهذا. نعم، هل هناك مده زمنيه لذلك استاذ عبد العزيز؟ هل حددت مده زمنيه للانسحاب ولتسليم؟ طبعا الاتفاق حددها، ومن المفترض انه يعني يبدا الانسحاب يعني في تاريخ 25 او 26 حسب يعني ما حدده رئيس الفريق الاممي السيد باتريك، يعني يوم 26 من هذا الشهر، وننتظر وسنرى. سنرى، نحن لن نخسر شيئا. ان تم الانسحاب وضعنا للسلام فهذا هو المراد، ما نريده كشرعيه وكابناء الشعب اليمني، ما نريده هو السلام، وما نريده هو خروج هذه الميليشيات من الموانئ ومن مؤسسات الدوله ومن المحافظات وعوده هذه المؤسسات الى احضان الشرعيه. وان لم يسلموا وحاولوا ان يتنصلوا ما تم الاتفاق عليه فيتحملوا المسؤوليه كامله امام ابناء شعبنا وامام الشرعيه وامام المجتمع الدولي والعالم وامام الامم المتحده. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ عبد العزيز جباري، عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. اذا الحوثي يعني في مواجهة العالم والمجتمع الدولي إن لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، هل تتوقع أن يواجه الحوثي المجتمع الدولي بهذه يعني القوة أو ربما يعني العناد المعتاد منه؟ بالتأكيد هو سيحاول المراوعة وسيحاول وضع العديد من العراقيل، لكن هو القرار الأخير قام بحشر الحوثي في زاوية ضيقة، لكن هو يعتمد ايضا على الوقت، يعتمد ايضا على سوء الاداء في الاطراف الاخرى في اداء التحالف وسوء اداء الشرعيه. هو يراهن على مثل هذه الاشياء ويراهن انه بامكانه ان يستمر في التدليس وانه صاحب مظلوميه، لكن باعتقادي اليوم الصوره ستكون اكثر وضوحا. هي اسبوعين، من اسبوعين الى شهر سيبدأ من خلالها عملية الانسحاب، لكن هل سيبدأ بالانسحاب الحقيقي الفعلي؟ هل يستطيع أيضا إقناع مقاتليه؟ هل يستطيع أيضا داخل المجلس أن يحسم الموضوع هذا وأن يسلم الحديدة بهذه السهولة؟ هذه هي الأسئلة الكبيرة والأسئلة المهمة. نعم، خاصة أنه ليس يعني إن سلمها بهذه السهولة فسيواجه يعني أتباعه في الداخل، يعني هل سيقبلون بهذا الانسحاب؟ في الأخير التضحيات التي قدمها الحوثي، المحرقة التي ساق اليمنيين إلى أو أتباعه في الحديدة هي محرقة كبيرة جدا، وخسر كثيرا من الأفراد وخسر حتى أيضا من التعاطف الذي كان لديه. اليوم هو أصبح يقاتل بمخزون يعني قادم من مناطق الأطراف، من مناطق خارج الحديدة وخارج هذه المناطق. هو أمام ضغط، إذا استمر الضغط السياسي والضغط العسكري بعتقد أنه سيسلم في نهاية المطاف، لكن هو الآن القصة الكبرى كيف يمكن ضمان أن لا يقوم بتفخيخ هذه الموانئ، أن لا يقوم يعني بتفجيرها، أيضا كيف لا يقوم بخرق الهدنة بشكل أو بآخر، هذه هي الخطورة. لكن هل لدى الحكومة أيضا والمجتمع الدولي خطوة بديلة في حال اندلاع مواجهات في الحديدة وتعرضها للموانئ للأضرار؟ هل ستعمل المتحدة على الضغط على الحكومة والتحالف لفتح ميناء عدن، فتح ميناء المخا،
فتح ميناء المكلا وغيرها من الموانئ من لاجل وصول المساعدات. هذه هي هذا هو الاختبار الحقيقي. اما الحوثي هو لديه من الرعونه ما يكفي لافشال اي اتفاق هو يتحدث عن يعني بدايه الحرب. يا طراير حلقي ويرى انه يحارب العالم والى اخره، هو هذا جزء من خطابه التهويمي، لكن في حال وضعه امام ضغط حقيقي باعتقادي انه لن يصمد كثيرا. اليوم الامم المتحده خطوه ايجابيه في حال اجبار الاطراف اليمنيه على الجلوس على الطاوله، وايضا هذا الاتفاق الذي لم يكن الحوثي يتوقع انه سيخرج منه في باعتقادي سيبدا يتحدث انه يتلاعب على قضيه النصوص وقضيه عدم وضوحها، وانه ليس هناك طرف مخول لاستلام هذه الموانئ، وسيبدا بالحديث عن شرعيه الحكومه وما الى ذلك. هل تجد موقف الحكومه الشرعيه يعني كما يتطلب منه الحدث؟ الآن الحكومة الشرعية حاولت أن تقدم الكثير من التنازلات، حاولت أيضا أن تري العالم أنها لديها استعداد كبير لتنفيذ كل مقترحاته، وإن كانت تراها غير منصفة أو غير يعني لا تتوائم مع مفهوم الشرعية ومفهوم الدولة، لكن الشرعية للأسف هي أيضا طرف ضعيف. لولا ضعف الشرعية لما وصلنا إلى هذا المرحلة، ربما كانت حسمت المعركة قبل 2015-2016. لكن الشرعية ليس لديها إلا أن تقول أنها الطرف الذي مستعد أن يقدم تضحيات وتنازلات، لكن هذه النفسية يجب أن تنعكس في أماكن أخرى على الحكومة الشرعية أن تفرض نفسها، وأيضا أن تستغل هذا الظرف الدولي الكبير. الآن هناك ضغط كبير على التحالف وعلى السعودية وعلى الإمارات، يجب أن تبدأ في تحرير ذاتها تدريجيا، أن تبدأ في ترتيب أوراقها بشكل واضح وشكل صريح في بقية المناطق، أن تقدم نموذج إيجابي، أن تقدم مبادرة، لأن لا تكتفي فقط برد الفعل و قول آمين على ما يقوله العالم. اليوم يجب أن تقدم نفسها كسلطة تستحق الاحترام، وتستحق أيضا أن تقدم البديل للميليشيا. وهذه هي مفارقة عجيبة، أن الناس يطالبوا الحكومة أن تقوم بدورها، أن تلعب دورها، والحكومة تدعي أو يعني تتحجج بضعفها وبإمكانياتها وأنها لا تمتلك وما إلى آخره، بينما خطابها الإعلامي وخطاب التحالف أنها مسيطرة على 80% من الأرض، وأن لديها جيش كبير، وأن لديها لكن على الأرض هناك خلل كبير جدا في تشكيل الحكومة، في طريقة أداء الحكومة، في حتى تكوينها. تخيل حكومة مكونة من أكثر من 35 وزير، لا يوجد منهم وزير في الميدان إلا حوالي 10 أو 12، وجميعهم بلا مقرات وزارات، بلا عمل، بلا وظائف، الجميع تحولوا إلى مدراء أقل من مدراء تنفيذيين في وزاراتهم في عاصمة البلد التي يفترض أن تكون نموذج لأداء الحكومة. نعم، إذا برأيك أستاذ أحمد، استلام الأمم المتحدة للميناء هل سيؤثر على سهولة وصول المساعدات الإنسانية فعليا للمحتاجين؟ هل سيحدث فرق في مسألة المجاعة ومسألة المأساة الإنسانية الحاصلة خاصة في الحديدة وفي حجة وضالع وبقية؟ خروج الميناء من سيطرة ميليشيا الحوثي بالتأكيد سيكون انعكاس إيجابي بشكل كبير جدا. شرط ألا يتدخل التحالف بشكل كبير جدا في ويكون السلطة البديلة. يجب على السلطة البديلة في ميناء أن تكون الأمم المتحدة مع السلطات محلية 100% ذات صلاحيات واسعة ولديها جزء من الالتزامات. الأمم المتحدة ستضغط على وصول المساعدات، لكن مشكلة المساعدات ليست في الوصول، المشكلة الكبرى هي ما بعد الحديدة، ما بعد خروجها من ميناء الحديدة. لاحظ أن هناك المناطق اليوم خارطة الجوع في اليمن ممتدة على طول البلاد وعرضها، لكن لا أحد يتحدث عن هذه الخارطة. كان هناك مشكلة أن الجوع في اليمن استخدم كإحدى الفزاعات التي استخدمها الحوثي أولا للضغط على المجتمعات المحلية، مقايضتها الولاء مقابل الخبز، أيضا تصوير المجاعة وإظهارها للعالم لإشعار أن هناك أزمة حقيقية بسبب التحالف. لكن الأزمة مركبة ويتحملها الحكومة الشرعية ويتحملها التحالف ويتحملها أيضا الحوثي الذي
أخضع مناطق أو أجاع مناطق كبيرة جدا وكرس الموارد كلها للمجهود الحربي فقط. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أحمد الزرقا، صحفي والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا متابعينا الكرام لحسن مشاهدتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمانه.